أخبار عديدة ومتنوعة نوجزها لكم في نشرة الحياة الإخبارية. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو عن باقي العقوبة لبعض السجناء المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 66 لثورة 23 من يوليو. وشكلت أجهزة الأمن لجان قانونية وفنية لفحص مستحق العفو الرئاسي من عدمه، خاصة أن هناك أشخاصاً لا تنطبق عليهم الشروط من المتهمين في قضايا تمس أمن البلاد واستقرارها، أبرزها الإرهاب وتجارة السلاح. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل تخرج الطلاب الجدد من الكلية العسكرية تزامناً واحتفالات ذكرى ثورة 23 من يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية. وتضمن الحفل تخريج دفعات جديدة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية للمرة الثانية خلال عامين، وتضم خريج الكلية الحربية والفنية العسكرية والكلية البحرية، بالإضافة إلى الكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي، فضلاً عن المعهد الفني للقوات المسلحة والمعهد الفني للتمريض. يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار اليوم نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الناجحين بالثانوية العامة في مؤتمر صحفي يعقد بمقر الوزارة، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر، أي بنسبة 96.1%، وبالنسبة لطلاب الشعب الهندسية 385 درجة فأكثر، أي بنسبة 93.9%، وبالنسبة لطلاب الشعب الأدبية 328 درجة فأكثر، أي بنسبة 80%، ويبلغ إجمالي الطلاب المقرر قبولهم في جميع الشعب 126807 طلاب. تواصل قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى جنوب سيناء أعمالها لليوم السادس على التوالي والأخير وسط إقبال شديد من أهالي مدينة الطور، وذلك في إطار الجهود التي يقوم بها الأزهر للمشاركة في تنمية المجتمع. ووقعت القافلة الكشف الطبي حتى مساء أمس السبت على 4000 مريض، وأجرت القافلة 61 عملية جراحية بين كبرى ومتوسطة، وتضم 20 طبيبا من أساتذة الطب الأزهر في 12 تخصصا أبرزها العظام والبطنة والأطفال والأطفال. واقتصاديا، تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، وبلغ 190.1 مليون ورقة بقيمة 892.8 ملايين جنيه. وجاء قطاع الاتصالات ثاني القطاعات نشاطا بحجم تداول بلغ 147.1 مليون ورقة بقيمة 411.1 مليون جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات المالية الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 112 مليون ورقة بقيمة 374.3 ملايين جنيه. وإلى أخبار الرياضة، حيث توج المصري يوسف عبد العزيز بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي تنس الطاولة ضمن دورة الألعاب الإفريقية للشباب في الجزائر، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على بطل تونس برباعية نظيفة.